مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة. يتواجد معي عبد الحق به اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي الذي ألح على ضرورة لاعب الوداد الرياضي المغربي بخطة هجومية وعدم الانكماش إلى الدفاع ضد سان داونز في إياب نهائي كأس السوبر اللي غيجرى بعد قليل. فالمقابلة يعني بعد أقل من 23 دقيقة ستنطلق هذه المقابلة الهامة اللي غتجمع الوداد الرياضي المغربي وفريق سان داونز. فريق الوداد الرياضي المغربي قبل ما نمشي عند سي عبد الحق به، فغيدخل بالمجموعة التالية في حراسة المرمى مطيع، بقية اللاعبين عملود، أبو الفتح، حركاس، عطية الله، دراوي، صرغات، حيمود، أبو سفيان، الحتيمي والبحري. إذن هذه هي التشكيلة اللي غادي يدخل بها فريق الوداد الرياضي المغربي في الوقت اللي غادي يقود هذا المقابلة الحكم الكونغولي جون جاك اندالا بمساعدة الكاميروني ألفيس نيوبي والموزمبيقي أليسون مارين غوري. الحكم ديال الفار فهو حكم كيني بيتروكاو ماكو، ومساعد حكم الفار هو التونسي هيثم قيراط. إذن حكم كونغولي جان جاك ندالا، يعني حديث كثير تقال على هذا الحكم. ولكن قبل ذلك سي عبد الحق، أنت واحد من العارفين بخبايا كرة القدم سواء المغربية أو الإفريقية، وتعرف فريق الوداد البيضاوي دائما يعني في الكواليس قلت بأن أفضل سيناريو الوداد هو ما ينكمش إلى الدفاع، لأنه له من المؤهلات، له من الإمكانيات ما يؤهله إلى تسجيل الأهداف في بداية هذه المقابلة. تفضل صعب. فكما شرتي يا سي أحمد، هذه نهاية وكنعرفوا القيمة ديال هاد لي ماتش اللي كيكونوا يعني نهاية النهائي فواحد مستوى كبير. الفريق الوداد اللي غادي نتكلموا عليه اللي كيهمنا الان هو انه يعني يعاود يرجع لنا بهذوك ثلاثة النقط ويجيب لنا هاد السوبر كوب في هاد الحلة الجديدة اللي دار الاتحاد الافريقي. الان صراحة احنا تنفتخروا بفريق الوداد، وحنا كل يعني الشعب المغربي كامل كله ودادي، لانهم اللي كنتكلموا على الوداد كنتكلموا على فريق يعني اللي كيمتنا الى ما خانتنيش ذاكره سي احمد، هذا من 2017 وحنا كنتكلموا ديما على فريق الوداد بالمجموعه ديالو بمدربين مغاربه سي احمد، يعني اللي كتسمع عموته مع بن محمود الركراكي، الان جا عادل رمزي اللي الصراحه كنتمنوا ليه التوفيق وكنتمنوا بانه يعني يدير لنا شي يعني شي تركيبه باش يجيب لنا هذاك الكاس، لانه نهائي كما كنقولوا النهائي ما كيتلعبش كيتربح. هذا هو لومو اللي خصنا نقولوا. الان شفنا الاجواء كنشوفوا يعني اللاعبين في واحد يعني في هذه اللحظات الاولى وهي المهمه، غنتكلموا على بزاف الحوايج، على التشكيله، تركيز كبير سي احمد، لانه اللاعبين الان في واحد يعني في واحد لو تروك اللي خاصهم يركزوا بزاف، وخاص يعني ما نستقبلوش اهداف وخصنا نحاولوا نسجلوا. وكما شرت يا سي احمد، لان حنا كنعرفوا الفريق يعني ماميلو دي سان داونز وسبقنا يعني يعني التواجد صحيح يعني غير السنه اللي دازت يعني كنا درنا معاهم جوج تما وقصيناهم. فتنظن بانه فريق الوداد
الفريق الكبير، الفريق العائلة. أنا غنتكلم بزاف على فريق الوداد السي أحمد لأنه الصراحة يستاهل. صحيح اللي ديما فين ما يعني كندوروا إلا وكنلقاو فريق الوداد. وأنا شرت لك من 2017 يعني بعد جوج ديال الكؤوس اللي فاز بهم مع الأهلي. الاهلي الغائب الكبير اللي ما كاينش، تنظن بانه من بعد الاهلي كاين فريق الوداد. وكنتمناو بانه يعني داك الشيء كاع اللي نويناه يتحقق في هذه المقابله الكبيره. ديما رجع الوداد الفريق اللي سميتو العائله، وهذا اسم كبير. كنشكر جميع مكونات فريق الوداد وعلى راسهم السيد ناصيري والجمهور الكبير، لانه كيعطي سيتين ريفيرونس، لانه ملي كتشوف العائله الناس كيفاش الجمهور وكيفاش كيمثل المغرب. الجمهور الان من احسن جماهير اللي كان ماشي في العالم، ماشي غير في افريقيا. المقابلات الاياب شتي كيفاش دازت بواحد الجو كبير، كانوا اهداف استطاعوا يسجلوا الوداد ويفوزوا. فتنظن خاص ان شاء الله الحظ سي احمد، لانه كنعتمد بزاف على الحظ باش ان شاء الله يجيبوا لنا الكاس، لانه في النهايه ما كان يعني النهايه تربح، يعني ما خصناش، خصنا القتاليه، خصنا لا كونسونطراسيون، خص شي حويجات اللي خص يعني تكون. اما المسائل الاخرى فتنظن بانه غادي تجي ان شاء الله. غياب جبران ودخول سرغات يعني في هذا المقابله، يعني لاعب مجرب عميد الفريق وغيدخل مكان لاعب شاب. سرغات اللي كتعرفي انت بشكل جيد وداز من اللاعبين اللي لعبوا عندكم في مدرسه الدفاع الحسني الجديد. صحيح السي احمد، وكنشكرك على هذا يعني ملي جبتي لنا سرغات. هذا ولدنا، ولد التكوين من مدينه الجديده، الاب ديالو يعني تا هو لاعب في فريق الدفاع الحسني الجليدي، وتحيه ليه. الان تنظن تنعرفوا القيمه ديال جبران ودوك التعليمات اللي تيعطي، وسط الميدان تيخرج الكواري، يعني كمدرب داخل رقعه الملعب. القيمه ديال جبران وحتى لا بريستاسيون ديالو وسط هذوك اللعابه، تنظن بانه ما غاديش نرجعوا نتكلموا، لانه الى رجعنا وتكلمنا على الغياب ديال جبران الا وغادي نقصوا من الفريق ومن القيمه ديال اللاعبين. الان كاين سرغات اللي دخل في المقابله ديال الذهاب وسجل واحد الهدف جميل، دخل واحد يعني واحد الدخول اللي عطى واحد التفوق لفريق الوداد. سرغات كنعرفوه حتى هو لاعب يعني مهاري، لاعب اللي كيعرف يخرج لي بالون، ديما كيلعب اون افون، كيكاسي لي لين، لاعب اللي عنده مؤهلات كبيره. تنظن بانه فرصته الان، وكنعرفوا بحال هاد الوليدات، وكنعرفوا فريق الوداد لان ديما في هاد النهايات وفي هاد المناسبات الا وكيخرج لنا لاعبين، وبما فيهم جبران حتى هو يعني كان ملي كان سعيدي وكان فوالا ودخل وعطانا. تنتمناو بانه صرغات الوليد يعني يدير واحد ان شاء الله يدير واحد المقابله كبيره. نهايه هذه انا كنبغي نتكلم على النهايه لانه نعرف بزاف اش كتعني النهايه، لانه نهايه ما كنعتمدوش بزاف على الكره، كنعتمدوا بزاف على ذاك يعني كيكون واحد الضغط على اللاعبين. فتنظن بانه صرغات لاعب اللي عنده من المؤهلات باش ان شاء الله يعوض لنا جبران. تنظن بانه المجموعه خاصها كلها يعني دير يد في اليد باش يكون هذاك اللقاء وباش يخرجوا لنا يعني شي نتيجه. حنا سي احمد دابا ما بقيناش طالبين، حنا بغينا غير الكاس، بغينا ان شاء الله يكون هاد الكاس في هاد الحله الجديده يكون في المغرب، ويزيد ينضاف على هاد الانجازات اللي كتحقق دابا في الكره المغربيه، وفي هاد الانجازات اللي كاينه دابا في واحد يعني في واحد الخط تصاعدي. سأحق به فريق سوندونز اليوم غيكون مساند بجمهور غزير، ويحاول يستغل عامل الارض لانه اليوم كيدخل الجمهور بدون مقابل، يعني ما كاينش البلاص ما كاينش التذاكر، وحتى الجمهور ديال الوداد غيدخل الوجه هو السفر. ايوا سمحوا لهم باش يدخلوا حتى هما بدون مقابل. وشوف سي احمد بعد هذه الامور هذه كان روح نياديه عاليه. صحيح صحيح، وهاد اللي ما كنتمناو كنتمناو كيفاش كنشوفوا ملي كنلعبوا مع التوانسه ولا مع مصر مع الاشقاء العرب، يعني كنشوفوا كيفاش الفريق عاده ديال الوداد بتونس
ما كيعانيش دابا بجنوب افريقيا عند الناس باغي يلعبوا الرياضه من اجل الرياضه. وشوف اسي احمد راه ملي كتشوف هذه الحله الجديده ديال كاس الاتحاد الافريقي الا وكتشوف السوبر الافريقي استسمح الا وكتشوف بانه كاين بزاف ديال التغييرات اللي وقعوا. تنشوف الملاعب كيفاش كتشوف هذا يعني النقل التلفازي اللي كان يعني بالمجان. شفنا بانه كاين بزاف ديال الامور. شفنا الفريق الوداد كيفاش يعني تعبش وصل. شفنا اللقاءات كاملين يعني كانت واحد النزاهه ديال الحكام. شفنا المقابله ديال صنداوز مع الاهلي وهادشي هادشي ما كانش. ولكن الان الحمد لله شفنا امور اللي مزيانه. الان كنشاهدوا الملعب كنشوفوا كما شرتي الملعب يعني كامل باخره يعني مملوء يعني شفنا جمهور ديال حتى ديال الوداد. فتنظن بانه نهايه اللي غادي يتبعها العالم كامل. نهايه اللي كنشوف بانه ان شاء الله تكون نهايه في واحد المستوى كبير ويكون ان شاء الله الفوز للفريق الوداد البيضاوي. سعد الحق به طاقم التحكيم يتكون من جون جاك نضالا من الكونغو والكاميروني الفيس هنتي والموزمبيقي يعني ثلاثي ماشي من دوله واحده. حكم الوسط من الكونغو، حكم الشوط الاول من الكاميرون، والحكم الثالث من الموزمبيق. كما حكم الفار من كينيا وكيساعدو حكم من تونس. تونس وي. كل من هذول. فتنظن بانه الان العالم كامل متبع هذه المقابله سي احمد. فتنظن بانه الان كل شيء عارف باغي تشوف السوبر الافريقي اللي الكل ينتظر هذه المقابله يعني بامور الكل يتعرف على افريقيا. فتنظن بانه الان خاص حتى التحكيم يمشي في هذا يعني في هذا التوجه اللي داروا الاتحاد الافريقي باش ان شاء الله يمشي بواحد يعني بواحد الانجاز كبير للكره الافريقيه. فتنظن الحكام واخا يعني كل حاكم من دوله ولكن نتمناو الخير للحكام باش يعني باش يسيدنا يكون حتى هو في نفس المستوى اللي كاين عليه الفرق بجوج. فسعد الحق فريق صندونز اللي ما كيعرفوش الكثير ديال الجمهور المغربي انه عنده لاعبين من البرازيل من الارجنتين من مختلف دول افريقيا. صحيح عنده تركيبه قويه وقويه جدا. وي فشفنا فريق صنداوز سي احمد شفناه هذه السنه اللي دازت يعني المشاكل اللي دار الوداد بنتيجه ديال التعادل 0-0 في الدار البيضاء. شفنا المقابله ديال الاياب شفناه مع الاهلي. فتنظن بانه يعني واحد لو جروب اللي في المستوى الكبير. شفناه يعني ملي تسجلات عليه وهنا كيبان لك الفريق سي احمد الفريق الكبير هو انه ملي كيبغي هو يدير لو جو فكيتمكن يعني كيفاش ضغط على فريق الوداد واستطاع يجيب ضربه جزاء وضغط في واحد يعني في لا دوزيام ميتون كامله حتى تسجل. فتنظن بانه فريق اللي عنده لاعبين كيما شرتي في الامريك لاتين لا في البرازيل ولا في الارجنتين. عنده لاعبين دوليين يعني اللي استثنينا. فتنظن بانه اكثر من 5 أو 6 لاعبين في الفريق الوطني ديال لافريك دي سود. ففريق في المستوى فريق اللي كيلعب الكره وهذا هو النقطه اللي خصو يعتمد عليها السي عادل رمزي باش يعرف يلقى لنا يعني الحل باش نوصلوا ان شاء الله. في نظرك صعب الحق يعني بعد المباراه الذهاب شنو النصائح اللي غيكون عادي رمزي عطاها للاعبين ديالو قبل انطلاق هذا المقابله؟ تعرف السي احمد في هذا لي فينال اول حاجه خص الانسان تكون يعني القتاليه اول حاجه خاص لا كونسونطراسيون خاص بانه السي عادل يعني يكون داك التوجه ديال نمشيو نلعبوا لعندهم ما نتسناهمش في عندنا لانه الا تسنيناهم عندنا فوالا خاصو يفو اتاكي. وشفنا يعني البريسينغ اللي داروا للوليدات ديال السي سعيد شيبا الا وعطى الاكل ديالو. فتنظن بانه لاعبين ديال ماميلودي سانداوس لاعبين اللي كيلعبوا الكره غادي يبغيو يلعبوا الكره. فانا
خصنا نضغطوا عليهم، نديروا داك البريسينغ ونديروا داك البريسينغ هو حتى الا كانوا اخطاء يكونوا في في في, في لوكون ديال 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 الخصم. هذه يعني من الامور اللي خصها السي عادل رمزي، ولكن تنظن بانه السي عادل رمزي شاف اللقاء، كان فيزيوناج، عرف لاعبين اللي كاينين، اللي لاعبين اللي في المستوى ولاعبين اللي ما ميلو ديساندوس، كاينين اكثر من 4 أو 5 لاعبين اللي في المستوى. هناك حراسات المرمى اللي كانت بواحد القوه كبيره، ولكن شفنا في المقابله ديال 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 الذهب يعني شفنا بانه كاين اخطاء، كاين واحد لي ديفونسور شويه تقال شويه، يعني كاين نقاط اللي صحيح اللي استغلهم فريق الوداد. كنظن بانه السي عادل رمزي مدرب اللي تبارك الله ابان عن واحد الكفاءه، وكان يعني في بي اس في، وعنده يعني الان كيعرف نقاط القوه ديال فريق الوداد، كيعرف اللاعبين اللي عنده. كنظن بانه التشكيله اللي حتى تتبين لك بانه هذا لاعب تخواز اتاكون، يعني كقلب الهجوم ولا الحتيمي ولا البحري ولا ابو سفيان، لاعبين اللي كيجيدوا يعني داك الاختراق كيمشيو لي ديفونسور. كنظن بانه الميليو تيرا عندنا صرغات، وعندنا ابو سفيان، وعفوا وعندنا حيمود، وعندنا دراوي، هادو لاعبين اللي كيلعبوا الكره. فتنظن بانه سي عادل داخل باش يلعب الكره. هنا كيبان لك بانه ان شاء الله غادي يدخل الفريق، وغادي يمشي داخل باش يلعب كره، ماشي باش يرجع للوراء. بعد اقل من 8 دقائق طرق هذه المقابله، هناك ترقب كبير للجماهير المغربيه، الكل يعني وراء الوداد الرياضي المغربي، وبما فيهم حنا سي حمد، حنا راه تا حنا الان لا انت، حنا كننتظروا يعني بفارغ الصبر الانطلاقه ديال المقابله. كنتمناو بانه دوك لي 20 مينوت كما كنقولوا حنا المدربين يدوزوا على خير، لانهم هما اللي كيبينوا داك يعني داك الضغط في ديك 20 دقيقه الاولى. وكنتمنى من اللاعبين باش يكونوا بيان كونسونطري، ويكون واحد القتاليه كبيره في الاخص في هذيك ال 20 دقيقه، لانه هنا كيبان التفوق ديال يعني كما كنقولوا في اللغه الكره، بداك بغينا نضغطوا عليهم باش ما نخليهمش ياخذوا الثقه في النفس. سي عبد الحق، يعني انت كتشوف معايا هذه التشكيله اللي غيدخل لها فريق الوداد: مطيع، عملون، ابو الفتح، حكاش، عطيه الله، دراوي، صرغات، حيمود، ابو سفيان، الحتيمي، البحري. يعني قراءتك في هذه التشكيله؟ تنظن بانه تشكيله احسن ما كاين. تنظن بانه السي عادل رمزي مدرب تبارك الله اللي ولا يعني غادي وكيتحسن، وهذه نقطه مزيانه تتحسب حتى المسيرين ديال فريق الوداد، لانهم تيديروا الثقه في مدربين يعني مغاربه، وكيعطيهم فرصه باش يزيدوا يتحسنوا. شفنا عموتا، شفنا الركراكي، شفنا الان السي عادل رمزي. كنظن بانه حال الوقت بانه السي عادل رمزي ان شاء الله غادي ندعو معها، غادي ندعو معها ونعاونوه بالدعوات ديالنا، يعني المغرب كامل وراء السي عادل رمزي. غير النقطه اللي انا اللي شويه انا هو انه ما نتسرعوش، التسرع وداك لي ديجاجمون. تنظن بانه كما شرتي يا سي احمد، ف يعني التشكيله يعني قاره، فيها لاعبين اللي ما كيتغيروش، بحال مطيع، بحال العملود، بحال عطيه الله، بحال ابو الفتح، غير اللاعبين الافارقه اللي ما كاينينش يعني صراحه. شوف سي احمد، الان ملي كنوصلوا للنهايه او نصف النهايه، فالكل كيصبح، لا اللي لاعب ولا اللي ما لاعبش، لانه راه بعض الخطرات راه كاين المدربين اللي كيجيو كيقول لك شكون اللي باغي يلعب، يعني بهذه اللغه هذه ديال الكره، لانه نهايه الكل باغي يفوز، الكل باغي غير وقتاش تنطلق المقابله وتعطاه فرصه. فتنظن شفنا صرغات كيفاش دخل وكيفاش سجل، فنتمناو ان شاء الله بانه يكونوا لي شونجمون في المستوى، تكون القتاليه، يكون اللعب نظيف، لانه كنعرفوا بحال هذه الانتهايات الا وكيكونوا حتى لي زافيتيسمون ما يكونوش. وهنا غادي نرجع للنقطه اللي مشرش الحكم، لانه ما نخليوش الحكم، حنا نعطيو فرصه باش يعني باش يعطينا دي زونتي جو اللي غادي يكونوا ضد المجريات ديال المقابله. سي
سي عبد الحق يعني غادي يرجعوا للمشاهدين بعد نهايه الشوط الاول، نعطوهم واحد التحليل قدمي لي انت بعد نهايه الجوله الاولى ان شاء الله وبعد نهايه المقابله ان شاء الله. نشوفوهم في جوج الاولى التحليل ان شاء الله سي احمد هو الفوز ان شاء الله والرجوع ان شاء الله بالكاس يعني للدار البيضاء للعائله الوداديه، لانه انا يعني كان يعني هذه الكلمه هذه كلمه جميله بزاف، وما يعرف هذه الكلمه غير اللي يلعب الكره، لانهم اللي كتكون العائله كل شيء مجموع، لا جمهور لا رئيس لا لاعبين قدامى، مكونات الفريق كامل، لا منخرطين لا مشجعين، جميع انحاء العالم اللي كنقول لك، فالعائله راه تقدر تخرج حتى خارج الوطن. صحيح. والجاليه راه شفنا يوم امس مشجع رجاوي كيسكن في يعني من الجاليه في جنوب افريقيا وحامل الرعايه ديال الوداد. واشوف اسي احمد دابا هنا باش غادي نقطعوا هنا باش غادي نهضروا شويه على الجمهور، فاليوم ما بقات لا رجاء لا وداد، اليوم كاينه الوداد، لانه اليوم كل شيء كيشجع الوداد، واليوم كل شيء مع وداد وكلنا وداد. صحيح. لانه فينال، هذا فينال يعني فينال في واحد حله جديده، العالم كامل كيشوف. احنا كنمثلوا الان افريقيا، كنعرفوا التوجه ديال الكره المغربيه فين غدا، والان احنا راه سفراء اللي كنمثلوا الكره المغربيه. مشاهدينا الكرام غادي نرجعوا لكم مباشره بعد نهايه الجوله الاولى، ونذكر بسرعه يعني كان معنا اللاعب الدولي السابق السي عبد الحق به هو لاعب الدفاع الحسني الجديد ومجموعه من الانديه الوطنيه وايضا محلل رياضي واطار وطني. غنذكر بسرعه التشكيله اللي غيدخل بها الوداد في هذه المقابله: مطيع، عملود، ابو الفتح، حركاس، عطيه الله، دراوي، سرغات، حيمود، ابو سفيان، الحتيمي، البحري. بالنسبه لطاقم التحكيم اللي غيقود هذا اللقاء كيتكون من جون جاك ندالا من الكونغو، وايضا الكاميروني الفيس، والموزمبيقي ارسينو، وحكم الفار الكيني بيتراكا وماكو، والتونسي هيثم قراط حكم مساعد لحكم الفار. فمتمنياتنا بالتوفيق لفريق الوداد البيضاوي ممثل كرة القدم الوطنية اللي اليوم كيمثل كرة القدم الوطنية وغيدافع على الراية الوطنية وعلى كرة القدم الوطنية. وسأعود إليكم مع السي عبد الحق به اللاعب الدولي السابق وأيضا المحلل الرياضي بعد نهاية الشوط الأول.